إن يأتيك شيء غير مستحب هذا قضاء وقدر. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، تتحرك، تغدو خماصا وتروح بطانا. الطائر مع أن الله رزقه وتوكل عليه لكنه تحرك، طار إلى رزقه. يعني أنا ما بصدق شاب وما في شغل، تحركت، تابعت فرص العمل، عرضت نفسك على بعض الشركات، وصلت أحد الأشخاص، ما بيتحرك ولا بيسأل ولا بيخرج من بيته، لك ما في شغل. هالنموذج هذا نموذج لا يقبل إطلاقا. لذلك الأعرابي الذي ترك ناقته بغير عقال دون أن يربطها قال: يا رسول الله، أعقلها أم أتوكل؟ وكأنه توهم، لا بد من أن تعقل دون أن تتوكل، أو تتوكل دون أن تعقل. قال له: اعقلها وتوكل، منعز، خذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. والآية الكريمة: وتوكل على الحي الذي لا يموت وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه. باب كبير من أبواب استقامة السرائر أن تتوكل على الله. بند ثالث في استقامة السرائر: القناعة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. من علامة الإيمان الرضا، أن ترضى عن الله، أن ترضى على شكلك وعلى إمكانياتك وكونك من فلان وفلان، وجئت في هذه المدينة وفي هذا العصر، هي أشياء ليست بيدك. الأب والأم وذكر أو أنثى بأي مكان وبأي زمان، أشياء أربعة اختارها الله لك. فالمؤمن يرضى عن الله، جعلك من أصحاب الدخل المحدود، وفي إنسان جعله ابنا لغني كبير، إذا من أصحاب الدخل غير المحدود. حينما تعلم حكمة الله، وحينما تعلم علم الله، وحينما تعلم رحمة الله، وقد اختار الله لك ما هو يناسبك لرضيت عن الله. يا ربي، هل أنت راض عني؟ قال له الإمام الشافعي: هل رضيت عنه حتى يرضى عنك؟ قال: يا سبحان الله، كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. من أدق الآيات قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال بعض علماء التفسير: الحياة الطيبة هي الرضا عن الله، راضي عن الله من حيث الصحة، من حيث الدخل، المكان الاجتماعي. وقال بعض العلماء: إن الأبرار لفي نعيم بنعيم الرضا عن الله، وإن الفجار لفي جحيم في جحيم السخط على الله. سخط على الله جحيم. هذا الذي يرى أن الله ما أعطاه ما ينبغي أن يعطيه، هذا ساخط على الله عز وجل. لذلك قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يسعى الإنسان سعيا مجنونا وراء المال، فإذا حصله تأتيه المنية، الذي جمعه في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة. ألهاكم التكاثر. ماذا بعد الغنى؟ ماذا بعد أن تحتل أعلى منصب؟ ماذا بعد أن تكون أقوى إنسان؟ ثم ماذا
بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة أدهى وأمر؟ هل أمام الإنسان بعد نجاحه الكبير في الحياة إلا الموت؟ من منا يستطيع أن يقول، أو من منا يستطيع أن يستيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما شاء الله؟ مستحيل. في أحد الأيام في بوابة خروج، قد تكون بوابة من قلبه أو من رأسه أو من أعصابه أو بحادث أو بأشياء لا تعد ولا تحصى. فالإنسان حينما يهيئ نفسه لمغادرة الدنيا يكون أسعد الناس، حينما يهيئ نفسه لمغادرة الدنيا. لذلك إن الأبرار لفي نعيم، هي القناعة والرضا عن الله، وإن الفجار لفي جحيم، هو السقط على الله عز وجل، وألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الفراغ نعيم تحاسب عنه، الأمن نعيم تحاسب عنه، الرزق نعيم تحاسب عنه. أيها الإخوة، بند جديد في استقامة السرائر، الزهد. ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أيها الإخوة، قال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. إياك أن تراها بحجم كبير، هي حجمها صغير، لكن متى تعرف حجمها الحقيقي؟ وأنت على فراش الموت تراها لا شيء، ترى طاعة الله كل شيء. مر النبي بقبر، والله أيها الإخوة لو استطعنا أن نستوعب هذا الحديث لكنا في جنة. فقال النبي الكريم: صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. في شركات أرباح تزيد عن ميزانيات دول، لو أنك تملك كل هذه الشركات وجاء الموت ماذا تأخذ معك؟ قال: صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. ما قولك إذا عرفت هذه الحقيقة وأنت حي ترزق؟ بادرت إلى الصلاة، إلى قراءة القرآن، إلى العمل الصالح، إلى ذكر الله، إلى خدمة الخلق ابتغاء مرضات الحق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. أنت الآن صحيح، استغل هذه الصحة وأكثر من العمل الصالح، لكن بخريف العمر ملقى في الفراش ما في يعمل شيء. خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أيها الإخوة، يقول سفيان الثوري: الزهد في الدنيا ليس بأكل الغليظ من الطعام، ولا بلبس العباءة والخشن من الثياب، ولكن الزهد في الدنيا هو قصر الأمل. إذا أمسيت فلا تصبح، أصبحت فلا تمسي. أيها الإخوة الكرام، الإمام أحمد بن حنبل يقول:
الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام وهو زهد العوام، وترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، وترك ما يشغل العبد عن ربه وهو زهد العارفين. زهد العوام ترك الحرام، زهد الخواص ترك الفضول من الحلال، زهد العارفين بالله ترك كل ما يشغل عن ذكر الله. أنا أعالج الخوف بادئ ذي بدء للكبار. أنت كائن، الإنسان يخاف على صحته، يخاف على دخله، يخاف على وظيفته، يخاف على زوجته، يخاف على أولاده، يخاف على مستقبله. لو الأخبار كانت فيها تهديدات، فيها حصار، فيها مقاطعة، فيها عدوان، فيها هجوم، فيها توعد، يخاف من حرب أهلية، يخاف من نقص المواد، يخاف من رفع الأسعار. إن الإنسان خلق هلوعا، هذا أصل تركيبه ولصالحه. حقيقة نقطة ضعف في خلق الإنسان، الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف، هكذا خلق. والضعف هو الخوف، يخاف، يخاف على رزقه، على صحته، على حياته، على أهله، على أولاده، على تجارته، على عمله، على مستقبله، وعلى بلده أيضاً. إن الإنسان خلق هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعاً، شديد الجزع، وإذا مسه الخير منوعاً، يبخل. إلا المصلي، معنى أنت حينما تربي ابنك على أن يتصل بالله، الله عز وجل يمنحك نعمة لا تمنح إلا للمؤمن، يمنحك نعمة لا تمنح إلا للمؤمن. هذه النعمة اسمها نعمة الأمن. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن، لهم وحدهم. لم يقل الله عز وجل أولئك الأمن لهم، الأمن لهم ولغيرهم، أما أولئك لهم الأمن لهم وحدهم. إذن أكبر نعمة يتفضل الله بها على المؤمنين أنهم منحهم هذه النعمة التي ينفردون بها من بين كل الخلق أبدا. لذلك الله عز وجل قال: دقق فقذف في قلوبهم الرعب بما أشرك. لو كنت أقوى الأقوياء ومتلبس بالشرك فأنت خائف، ولو كنت أغنى الأغنياء ومتلبس بالشرك فأنت خائف. فقذف في قلوبهم الرعب بما أشرك. لذلك المؤمن يتمتع بحالة أمن عجيبة. أقسم لكم بالله أن هذه الحالة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. قد يكون ضعيف المؤمن، قد يكون فقير، قد يكون دخله محدود، لكن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبه نعمة. لا تتصوروا المؤمن شخص عادي، شخصية فذة لأنها عرفت ربها، شخصية تتمتع بصفات سلاسة، تتمتع بالعلم، عرف الحقيقة العظمى، عرف خالق السماوات والأرض، تتمتع بصفة الخلق. المؤمن أخلاقي، تتمتع بصفة الجمال، أزواق عالية جدا، أزواق في بيته، في علاقاته، في نزهاته، في حله، في ترحاله عالية جدا. شخصية جمالية، شخصية أخلاقية، شخصية علمية. لذلك هذه النعمة
يتمتع بها المؤمن وحده، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بل إن من أجل النعم على الإنسان نعمة الشبع ونعمة الأمن. والدليل أن الله تفضل على قريش فقال لهم: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإذا أراد الله أن يعاقب جماعة أو قوما أو بلدا قال: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لباس الجوع والخوف، والنعمتان الكبريتان الأمن والشبع. إذن أنت حينما تعرف هذه الحقيقة تعلمها لابنك يا بني لا تخف. أنت إذا كنت متصل بالله الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبك الطمأنينة، يلقي في قلبك الراحة التفاؤل. المؤمن سعيد، سعيد حقيقة، هي أول حقيقة بالإيمان. الخوف بقابله الأمن، الخوف بقابله الأمن. فالذي يقع في بعد عن الله يقع في الشرك، يقع في المعصية، يحجب عن الله، أول صفة يخاف من ظله. الآن في أمراض قلب سببها الخوف من أمراض القلب. واحد معه ورم خبيث، قال له الطبيب معك 4 أشهر، بحسب علمه 4 أشهر، صفي على قلبه، مات ثاني يوم، ما تحمل أمره، إنسان ضعيف، ضعيف جدا. لذلك أيها الإخوة، أنت حينما تصطلح مع الله، وحينما تتصل به، وحينما تخطب وده، وحينما تطيعه، يعطيك عطاء قد لا تنتبه إليه، يعطيك نعمة الأمن. ما تخاف، أنت مع الإله، أنت مع القوي، أنت مع من بيده ملكوت كل شيء، أنت مع الذي بيده من هو أقوى منك، ومن هو أضعف منك، ومن هو أقرب إليك من حبل الوريد. أنت مع القوي، إذا القوي الآن مؤمن كيف يخاف؟ ويقرأ قوله تعالى دقق: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إله عظيم يطمئنك أنك لا تخاف مما سيأتي في المستقبل، ولا تندم على ما فات، ألا تخافوا ولا تحزنوا، غطالك الماضي والمستقبل. أنت الآن هنا، غطى لك المستقبل ألا تخاف، وغطى الماضي ولا تحزن. شيء آخر، الله عز وجل طمن، قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالأب المؤمن المستقيم يتمتع بهذه النعمة. الآن يبلغ ابنه: أنت يا بني حينما تتصل بالله عز وجل يلقي في قلبك الأمن، الثقة، لا تخاف، كل مخلوقات الله بيد الله. حتى الواحد نام بالبرية، العقرب بيد الله، الأفعى بيد الله، في حالة أمن عجيبة عند المؤمن. فالأمن قضية معقدة، الأمن لا يتأتى من كلمة تقولها، يتأتى من قناعات متراكمة
يبثها في نفوس أولاده قناعات متراكمة. أخواننا الكرام، الآن الإنسان عنده هلع غير طبيعي، يخاف من كل شيء، يخاف من التهديد، يخاف من وعيد، يخاف من خبر سيء، يخاف من شبح مصيبة، يخاف من شبح ورم، يخاف. هذا الخوف المرضي بسبب البعد عن الله. لما الإنسان يصلي، الله عز وجل يلقي في قلبه الأمن. لذلك ابنك يا رب إذا عملت عملا صالحا الله يحفظك، إذا أنقذت حيوان من أن يدهس الله يحفظك، إذا أطعمت هرة الله يحفظك. اربط له العمل الصالح بالحفظ الإلهي، اربط له الطاعة بالحفظ الإلهي، اربط له أداء العبادة بالحفظ الإلهي. يعني هل تصدقون أنه في حديث شريف أقسم لكم بالله لو تأملتموه تأملاً دقيقاً لألقي في القلب أمن لو وزع على أهل بلد لكفاه؟ النبي الكريم أردف وراءه سيدنا معاذ، قال له يا معاذ ما حق الله على عباده؟ حديث رائع. قال الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة ثم أجابه عليه الصلاة والسلام، قال يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. سأله يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدون؟ إن الإله العظيم أنشأ لك حقا عليه، لك علي حق يا عبد. قال الله ورسوله أعلم. أجابه قال له يا معاذ حق العباد على الله إذا هم عبدوا ألا يعذبوا، ألا يعذبوا. لك حق عنده في أمراض وبيلة، في شلل، في حادث سير، في ورم خبيث، في احتشام، في فشل كلوي، في تشمع كبير، في فقر، في سجن. حق العباد على الله إذا هم عبدوا ألا يعذبوا. اسمع الآيات، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.